ازيكم يا جماعة؟ تعالوا بقى دلوقتي نشوف الـ incremental algorithm. الـ algorithm ده ظريف جدا وفي فكرة مختلفة، بس خلي بالك انا قلتها في اول فيديو خالص. الفكرة هي ايه؟ هي بكل بساطة ازاي تجيب الـ support line او الـ supporting line. الـ supporting line دوت لو انت مش عارف ايه هو، هو بكل بساطة point لما تبقى عندك شكل وليكن بالمنظر ده، والنقطة عندك مثلا بره، في هنا عندك point هنا، فانت عايز تجيب السبورت لاين. السبورت لاين هو ايه؟ هو النقطه او السبورتنج لاين، هم تو لاينز لما توصلهم بالشكل ده يكملوه يكبروه اكتر. زي مثلا ان انا لو جيت وصلت ده كده اهو وده كده اهو، فبقى الشكل معايا ايه؟ الشكل زاد اهو، بقى ده دخل كده جوه، يعني الشكل كده كبر تمام، وفي نفس الوقت هو لسه كونفكس. خلي بالك هو في نفس الوقت لسه كونفكس. انما مثلا لو عندنا نفس البوينت اهو، ما اقدرش ان انا اوصل ده كده بده. هو ينفع تتوصل، بس هل دولت supporting lines؟ لا، لان الشكل ما بقاش convex، لان انا لو حطيت هنا جوه هنا point وحطيت هنا جوه point وجيت اوصلهم ببعض، ده مش شكل convex، فما ينفعش. فلازم ال supporting lines هم بيعتبروا ايه؟ tangent مع الشكل بتاعك. tangent يعني ايه؟ زي مماس كده بالعربي، يعني انت عملت كده وعملت كده، مفيش اي نقط في الجزء ده بالنسبة لللاين ده، كل النقط في الناحية دي بس. وبالنسبة لللاين التاني مفيش أي نقط في الجزء ده، كل النقط في الناحية دي بس. فبالتالي ده كده اسمه supporting line. فاحنا بكل بساطة الفكرة دي لازم تبقى فاهمها قبل ما نبدأ في الالجوريزم ده، إن أنت تبقى عارف إيه supporting line دوت وإزاي بنحسبه. وهقول لك إزاي بنحسبه وإحنا شغالين، وخلي بالك أنا مش هقولها يعني بشرح جامد لأن أنا قلتها في أول فيديو. فأنت لو عايز تعرف إزاي يتحسب supporting line هتلاقيها في أول فيديو خالص في البلاي ليست دي، فارجع لها أرجوك عشان تبقى فاهم. طيب يلا بينا نبدأ. بيقول لك بكل بساطة عندك شوية set of points كده، هتعمل ايه؟ هتطلع لي اي 3 points عندك يعملوا لي مثلث مع بعض كده. اي 3 points اهو وصلتهم ببعض عملوا لي مثلث. حلو حلو، دي كده ال initialization بتاعي. نعمل ايه بعد كده؟ هتعدي يا باشا على كل نقطة. سوري ان انا بقول باشا وفي بنات بتسمع، فلو حضرتك نسا فيعني اعذريني. دلوقتي انت هتعدي على كل point من ال points اللي قدام عينيك دولك، ما عدا طبعا التلاتة بتوعنا. تمام تمام. لو البوينت جوه الشكل بتاعك هتعمل لها اليمينيت، لو هي جوه الترينجل هتعمل لها اليمينيت. وما تسالنيش ازاي اعمل لها اليمينيت، لان يعني ما تسالنيش ازاي هعرف ان هي جوه الترينجل، لان احنا كنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده فوق. فلو هي جوه الترينجل هعمل لها اليمينيت، لو هي مش جواه همسك فيها وهبدا اعمل عليها ايه شويه حاجات كده. فاول 3 بوينتس دول جوه الشكل، فبالتالي انا مش عايزهم، فهعمل لهم اليمينيت. مثلا همسك النقطة دي، لو فرضنا ان هي دي النقطة اللي جه عليها الدور باللوب بتاعتنا، ايه اللي هيحصل بقى؟ انا عايز اجيب لها السبورتنج لاينز. فانا عارف بمجرد النظر ان السبورتنج لاينز هم لو انا عملت كده وكده، فبالتالي انا عايز اوصل للحتة دي. اوصل لها ازاي؟ والله الكمبيوتر مش عارف ان هم دول السبورتنج لاينز. عشان تعرف السبورتنج لاينز انت محتاج تعدي على كل نقطة من دول وتسألها، والله يا نقطة لو انا عملت خط معاكي كده تبقى انت السبورتنج لاين بتاعي ولا لا؟ ودي تسألها ودي تسألها، فبالتالي هتبقى عارف انهي واحدة فيهم. ما ينفعش بمجرد النظر، لازم الكمبيوتر تمشي معاه بالخطوات. فاحنا هنمشي مثلا بالنقطة دي، نمسك النقطة دي. اول حاجة لازم تكرر انت هتمشي اتجاهك ازاي، اتجاه الحركة بتاعك، اتجاه السيجمنت او الفيكتور عبارة عن ايه. هنقرر ان هو مثلا هيمشي كاونتر كلوك وايز، وممكن تقرر ان هو يمشي كلوك وايز، بس انا همشي مثلا هنا كاونتر كلوك وايز. يعني ايه همشي كاونتر كلوك وايز؟ يعني انا مثلا لما ابقى اشوف السيجمنت ده قدامي كده، لما اجي اقراه هقراه كده A B، لازم اقراه في الاتجاه ده، ما ينفعش اقراه في الاتجاه ده. ليه؟ هتعرف ليه. يلا نكمل. يلا يبقى انا همشي كاونتر كلوك وايز، همسك النقطه دي اول نقطه معايا انا عايز اجرب عليها، عايز اسالها يعني، فهسميها ايه؟ هسميها مثلا اكس، يعني لازم تعمل كده. النقطه اللي قبلها سميها اكس ماينس 1، والنقطه اللي بعدها سميها اكس بلس 1. تمام كده؟ تمام. تعمل ايه دلوقتي؟ دي البوينت اللي انت عايز تشيك عليها. تمسك كده الاكس بتاعتك كده، امسك اول سيجمنت مربوط بيها اللي هو من هنا من اكس ماينس 1 لاكس اهو، ووصله بالنقطه بتاعتك. اسال نفسك تيرن ليفت ولا تيرن رايت؟ قال لك تيرن ليفت. طيب احفظ دي على جنب، يبقى اول نقطه كده طلعت لي تيرن ليفت. تمام؟ ده اول سيجمنت. دي في نفس النقطة، أنا لسه في نفس النقطة، أوكي؟ ما تعملش حاجة تاني، أنت لسه في نفس النقطة. اللي بعدها إكس بلس في مع إكس بلس 1، إكس بلس 1، وتقوم موصلها، عملت لك تيرن ليفت،
فالاثنين عملوا لك تيرن ليفت، اول سيجمنت وتاني سيجمنت. كده انت سالت اول بوينت قلت لها يا بوينت انت تعملي لي سبورتنج لاين ولا لا، قالت لك لا، طالما الاثنين تيرن ليفت يبقى ما ينفعش. طب لو كانوا الاثنين طلعوا تيرن رايت، معناه لو كنت ماشي كاونتر سوري لو كنت ماشي كلوك وايز كنت هتلاقي ان انا قريت كده اهو، غير اللون، كنت هتلاقي ان انا قريت كده وقريت كده، لان انا ماشي اتجاهي هنا وكده ماشي اتجاهي كده، فبالتالي كانوا الاثنين هيعملوا لي تيرن رايت، فما ينفعش. يبقى البوينت دي مش معانا، مش هي دي اللي هتعمل لي سبورتنج فيكتور او سبورتنج لاين. نيجي بقى عند النقطه دي نسالها، عشان نسالها عشان ما تتلخبطش، سميها اكس وسمي اللي قبلها اكس ماينس 1 وسمي اللي بعدها اكس بلس 1. تقول لي معلش يعني يا اخ خالد اشمعنى دي اللي قبلها ودي اللي بعدها؟ اقول لك ما تنساش ان احنا ماشيين كاونتر كلوك وايز، عشان دي اللي بتلخبط. طالما انت ماشي كاونتر كلوك وايز يبقى حضرتك لازم تبقى عارف ان النقطه دي هي اللي قبل والنقطه دي هي اللي بعد. يلا نسال السؤال بتاعنا. لو انا مشيت كده اكس ماينس 1 اكس ورحت مقرب عليها عملت تيرن ليفت، اوكي سجل دي عندك تيرن ليفت. لو انا ماشي كده اللي بعده وعملت كده عملت ايه؟ عملت تيرن رايت. يا في الحاله دي واحده تيرن ليفت واحده تيرن رايت، يبقى هو ده السبورتنج لاين الاولاني، يبقى احنا عملنا اول سبورتنج لاين. كمل. دي النقطه اللي عليها الدور، خليها اكس وخلي اللي قبلها اكس ماينس 1 وخلي اللي بعدها اكس بلس 1. اسال نفسك يلا لو عملنا اكس ماينس 1 اكس وموصلينها كده عملت تيرن رايت، خلي بالك بالاتجاه ارجوك الله يكرمك، الاتجاه مهم. طيب اللي بعدها هنمشي كده كده عملت تيرن ليفت، يبقى دي عملت اول واحد عملت تيرن رايت وتاني واحد عمل تيرن ليفت، يبقى في الحاله دي تبقى سبورتنج، هتعمل لي مع النقطه بتاعتي سبورتنج فيكتور سوري سبورتنج لاين. يبقى ده كده اول اتنين سبورتنج لاين معانا. تمام، طالما عملت كده امسح بقى ايه الفيكتور اللي انت عامله في النص لو هو موجود، يعني او لو في بوينتس في النص هتمسحها وتوصل ايه الشكل الجديد بتاعك. تمام، يلا نعمل بقى نكمل كده سريعا. طلع اي راند اي نقطه راندوم، فهنطلع النقطه دي. تسال نفسك السؤال بتاعنا ازاي من انك تعدي على كل نقطه، فانت هتسال دي هتلاقي لو انا همشي كاونتر كلوك وايز فيبقى اللي قبلها كده تيرن ليفت سوري تيرن رايت واللي بعدها كده تيرن ليفت، يبقى هي دي سبورتنج يعني دي هتعمل لي سبورتنج لاين. امسك اللي بعدها واسال السؤال كده تيرن ليفت، طيب اللي بعدها كده تيرن ليفت، يبقى مش هي دي. نمسك اللي بعدها السيجمنت اللي قبله تيرن ليفت والسيجمنت اللي بعده تيرن ليفت، وارجوك خلي بالك من الاتجاهات للمره مليون بنبهك، يبقى مش هي دي. امسك اللي بعدها عملت اللي من قبله كده ماشي كده تيرن ليفت، طيب مشيت كده تيرن رايت، يبقى هي دي. يبقى انت كده طلعت اول وتاني سبورتنج فيكتور سوري انا ما اقول سبورتنج فيكتور ليه سبورتنج لاين مع الايه الشكل بتاعك. تمسح بقى ايه اي حاجه في النص وتقوم موصل الشكل الايه الجديد. نفس الكلام هنا، طلع نقطه لقاها جوه هيعمل لها اليمينيشن او هيسيبها، اللي بعدها هيكمل هيكمل لقى نقطه هناك، طبعا انت عارف واخد بالك فين السبورتنج فيكتورز، فهتعدي برضه بنفس الطريقه على كل النقط لحد ما تطلع لي النقطه الحلوه بتاعتك. كمل بقى لحد ما تخلص الالجوريزم بتاعك للاخر ويقوم جايب لك اخر نقطه. خلاص وصلت للنهايه، يبقى انت كده في الايه في التمام، ودي بتمشي بكومبلكسي ان لوج ان. طيب في حاجه بقى اقول لك سريعا كده تاني، الخطوات هنا انت بتختار اول 3 بوينتس بشكل عشوائي جدا وبتعملهم كده مع بعض كده، ده اول بوليجون معاك وهو كونفكس طبعا، انت عايز بقى تكبره، عايز تقعد تكبر فيه تكبر فيه، فهتمشي من اول اي بتساوي 4 اي بتساوي 4 ليه؟ عشان انت اوريدي خدت 3 بوينتس، فهتاخد البوينت الرابعه بقى لحد ما تخلص البوينتس كلها. هتعمل ايه يا سيدي؟ اي نقط طالما هي جوه اكستيريال سوري اكستيريال، طالما هي بره البوليجون بتاعي يبقى نعمل عليها الحاجات دي. نسال هل البوينت دي نحسب لها نكمبيوت البوينت دي السبورتنج لاينز بتوعها، وبعد ما تطلع السبورتنج لاينز تقوم تريبليس التشين اللي هي معموله قبل كده. يعني ايه التشين اللي معموله قبل كده؟ يعني بص كده نرجع كده اوكي، دلوقتي انا بحسب للنقطه دي فعايز اريبليس التشين اللي قبلها، انا خلاص وصلت ان هي دي السبورتنج التو سبورتنج فيكتورز لاينز هيطلعوا مع الايه النقطتين دول، امسح التشين اللي قبلها، التشين اللي قبلها اللي هي دي اسمها تشين، فامسح التشين دي خالص واقوم موصل ده وبقى دي التشين الجديده معايا، وهي دي تطلع لي الشكل لحد بقى بكمل فهيطلع لي الشكل النهائي. بس كده يا سيدي. طبعا الموضوع كله متوقف على اول فيديو، انا بنبه تاني لو انت مش فاهم حاجه ارجع لاول فيديو قبل ما تكمل، او يعني بعد ما كملت يعني لو ما فهمتش يبقى لازم ترجع لاول فيديو، واكيد كان معايا حق الا لو انا شرحت لك كويس تاني يعني. فارجوك قول لي لو انت فهمت حاجه، يا ريت تقول لي في كومنت او في اي حاجه، يعني لو في اي تعديل حابب تقول عليه اي اقتراح
I'm very open يعني to ideas. بس كده. Thank you so much for listening. وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.